فإن هذا المقام يذكرني بأحد علماء الحديث من الرواة، وهو عمران ابن حطان السدوسي. انظروا، ولذلك واجب على هذا الجيل وواجب على كل منا ألا يكون له علاقة أو جلوس مع هؤلاء من أهل الأهواء، ممن يطعنون في الولاة أو في غيرهم، لأن التأثير والتأثر بهم قد لا تسلم. عمران ابن حطان هذا كان من رواة الحديث وكان عالما، فعلم أن إحدى قريباته، انظر حتى ولو كان أهل الأهواء من النساء وهن ضعيفات، انظر وهو عالم، يعني عنده علم وعنده رواية بالحديث، كما قال ابن حجر رحمه الله، قال: فعلم أن إحدى قريباته قد أخذت بمعتقد الخوارج، قال: فأراد أن ينقلها بالزواج بها، أراد أن ينقلها من مذهب الخوارج، فنقلته هي إلى مذهب الخوارج حتى صار من رؤسائهم. انظر، بل هو الذي مدح عبد الرحمن ابن ملجم، ذلكم الخارجي الذي قتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.